لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، ثم أما بعد، اللهم صلي وسلم وزد وبارك على عبدك ونبيك محمد. أوصيكم ونفسي بتقوى الله تبارك وتعالى التي لا يقبل إلا إياها، ولا يرحم إلا أهلها، ولا يثيب إلا عليها، كما ندعو سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لفعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أتحدث في هذه الليلة بعون الله سبحانه وتعالى، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا توفيقه ومدده، إنه ولي ذلك والقادر عليه، عن ترجمة جليبيب رضي الله عنه وأرضاه، وواحد من صحابة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. عرف رضي الله عنه وأرضاه ببذله وشجاعته رضي الله عنه وأرضاه، وأي إنسان يسمع اسم جليبيب يظنه كبير السن شيخ طاعن فيه، لكن جليبيب كان فتى صغير شاب رضي الله عنه وأرضاه، مقبل على أمر الله، محب لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. كان يعاني من الفقر ومن قلة ذات اليد، إلا أنه مع فقره وقلة ذات اليد كان رضي الله عنه وأرضاه صاحب نفسية عالية، كثير الابتسامة، خفيف الظل، حلو المنطق، صاحب دعابة رضي الله عنه وأرضاه. كأنه اتخذ قرار رضي الله عنه وأرضاه أن يواجه التحديات والصعاب بهذه الصفات، كالابتسامة وحلو المنطق والدعابة رضي الله عنه وأرضاه. مع جليبيب رضي الله عنه وأرضاه نتعلم أمر في غاية الأهمية، ألا وهو إن الله عز وجل لا ينظر إلى صوركم ولا أموالكم، ولكن إنما ينظر سبحانه وتعالى إلى قلوبكم وأعمالكم. هذا الرجل جليبيب رضي الله عنه وأرضاه صاحب قلب عامر وصاحب عمل صالح رضي الله عنه وأرضاه. نحن على موعد مع رجل يمتلك جمال الأخلاق لا جمال الخلقة رضي الله عنه وأرضاه، رجل يمتلك جمال الأخلاق، والأخلاق عليها يقاس جمال المرء. فالإنسان لا يعرف بسمته ولا بشكله، ولكن يعرف بسلوكه وبفعله عند كل المؤمنين، وهذا المقياس هو الذي يجب أن ننظر إليه كثيرا، لأن الناس ينظرون إلى مقياس المادي والجمال والشكل. لكن جليبيب رضي الله عنه وأرضاه مع أنه كان دميم الخلقة رضي الله عنه وأرضاه، لكن جليبيب كان صاحب أخلاق وصاحب سلوك وصاحب سمت رضي الله عنه وأرضاه. جليبيب رجل نقي السريرة، يحمل إيمان في قلبه أشد رسوخا وثباتا من الجبال. جليبيب رجل نقي السريرة، وكيف عرفنا ذلك؟ عرفنا ذلك بخاتمته، وعرفنا ذلك بشهادة النبي صلى الله عليه وسلم فيه. فنحن لا نعلم البواطن، والبواطن يعلمها سبحانه وتعالى، والنبي صلى الله عليه وسلم زكاه، ونحن نصدق نبينا صلى الله عليه وسلم في قوله. فجليبيب رجل نقي السريرة، يحمل إيمانا في قلبه أشد رسوخا وثباتا من الجبال الرواسي رضي الله عنه وأرضاه. يكفيه شرفا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: جليبيب مني
وأنا منه. وهذا شرف لم يدانيه فيه أحد. قال صلى الله عليه وسلم عن جليبيب: جليبيب مني وأنا منه. وهذا يدل على سمو أخلاق جليبيب وقوة إيمانه وحرصه على الطاعة. لا ينال شاب هذه التزكية بمجرد أن يظهر منه عمل أو اثنين، ولكن نال هذه التزكية وهذه المنقبة العالية السامقة لأنه كان مواظبا على الإيمان وعلى الأخلاق والسلوك، رضي الله عن جليبيب وأرضاه. مع جليبيب نتعرف على المقاييس الشرعية في صلاح الأفراد وفسادهم، لأن البعض لربما ينظر للفرد ينظر لشكله أو للونه يظن أنه صالح، لكن هناك مقاييس هذه في هذه الأمور وهي مقاييس شرعية. جليبيب كان صالحا رضي الله عنه وأرضاه. مع جليبيب نتعلم من نستهدف بالدعوة الفردية، لأن البعض يعمل في الدعوة الفردية لربما لا يستهدف إلا الشاب صاحب الشكل الحسن والسمت الجميل، لكن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرب منه كل إنسان يريد الخير ويريد الصلاح، فكان النبي يحب جليبيب وكان دميم الخلقة، وكان صلى الله عليه وسلم يحب معاذ وكان معاذ براق الثنايا، وكان صلى الله عليه وسلم يحب أسامة بن زيد وكان أسامة بن زيد أسود أفطس الأنف أشبه ما يكون بأمه الحبشية. لذلك نقول البعض في الدعوة الفردية لربما يقترب من شاب لأنه صاحب شكل حسن أو صاحب ثياب جميلة، لكن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقترب من كل البشر ويقترب من كل الشباب ويقترب منهم، وكان لا يغتر صلى الله عليه وسلم بالشكل الحسن والمناظر الأخاذة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينظر في قوة المعدن وكان ينظر في سلوك الفرد وأعماله، لا ينظر إلى شكله ولونه. وهذه رسالة لكل من يعمل في الدعوة الفردية: الأمر ليس بالمنظر ولا بالشكل، ولكن الأمر بالعمل والاستقامة على أمر الله سبحانه وتعالى. جليبيب صحابي خفيف الظل حلو المنطق صاحب دعابة، سيدنا جليبيب خفيف الظل رشيق يتكلم كلام يدخل به الابتسامة والمداعبة على الناس، وكان جليبيب صاحب دعابة رضي الله عنه وأرضاه. وهذا معنى لعل جليبيب كان رضي الله عنه وأرضاه ينتوي فيه نية أن يخفف الأعباء على الناس. وجليبيب لم يكن ممن يبث التشاؤم ولا اليأس والإحباط، ولكن جليبيب مع فقره وقلة ذات اليد وكثرة حاجاته إلا أنه رضي الله عنه وأرضاه كان حلو المنطق صاحب دعابة خفيف الظل رضي الله عنه وأرضاه. جليبيب هاجر الرسول صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، النبي صلى الله عليه وسلم هاجر للمدينة، وكان جليبيب فتى يافع لم يجاوز العشر سنين رضي الله عنه وأرضاه، إلا قليل. لما هاجر النبي للمدينة كان جليبيب عنده 10 سنين أو يزيد قليلا رضي الله عن جليبيب وأرضاه. والإنسان لما كان يسمع ترجمة جليبيب يظنه كبير وشيخ طاعن في السن، لكن جليبيب كان صغير السن لكن عمله ضخم وكبير، فالناس لا يعرفون بطول المدة ولكن يعرفون بكثرة أعمالهم وبطاعاتهم لله سبحانه وتعالى. وكذلك مثلا الأرقم ابن أبي الأرقم، هذا الاسم اللامع في عالم الإيمان الأرقم، كان سنه لما احتضن الدعوة في بيته لم يجاوز 10 سنين رضي الله عنه وأرضاه. الأرقم ابن أبي الأرقم لما احتضن الدعوة في بيته لم يجاوز هذا السن وكان صغيرا رضي الله عنه وأرضاه. فما أن اكتحلت عيناه الصغيرتان
بمرأى النبي صلى الله عليه وسلم، حتى حل في السويداء من قلبه وشغف فؤاده بحب النبي صلى الله عليه وسلم. جليبيب لما خالط، لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم أحب النبي واقترب منه، وأصبح النبي صلى الله عليه وسلم عند جليبيب كل شيء، يحب النبي، يجالسه، يكون قريب منه. وهذه من علامة توفيق المرء ومن علامة توفيق الشاب، أن يحب الصالحين ويبغض أهل الفساد. من علامة توفيق الرب عز وجل الشاب أن قلبه يتعلق بمجالس الصالحين ومجالس الطيبين، لا يحب أهل الفسوق والفجور. فجليبيب أحب النبي، وهذه هداية من الله سبحانه وتعالى، أن الإنسان يحب الصالحين ويجالسهم ويكون معهم. وقد قال سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. فإذا رأيت الشاب يجالس الصالحين ويمشي معهم ويخرج معهم ويذهب معهم، فهذه علامة توفيق. وإذا رأيت الشاب يخالط أهل الذنوب والمعاصي والآثام، فهذه علامة من علامات الخذلان، وأنت أدرى بنفسك من تخالط. والإنسان إذا خالط الصالحين تأثر بهم، وإذا خالط الفاسدين تأثر بهم ولا شك. لذلك الله سبحانه وتعالى أمر النبي صلى الله عليه وسلم فقال له: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. فالمؤمن طلب منه أن يخالط أهل الفضل وأهل الصلاح، وإنما ينبغي أن يجالس الإنسان من ينفعه في دينه. جليبيب أحب النبي، وهذه علامة فلاح، وحب النبي صلى الله عليه وسلم دليل خير ودليل عافية ودليل إيمان واستقامة قلب، وبغض النبي دليل كفر وزندقة وشر وفساد في الأرض. لذلك إذا أحب الإنسان النبي يتكلم على النبي بحلو المنطق، ويقول ألفاظ تتناسب مع مقام النبوة، ويخشى على الإنسان أن يتطاول أو يعرض بعرض رسول الله صلى الله عليه وسلم، يخشى منه، يخشى عليه أن تعجل له العقوبة في الأرض. بل التطاول على رسول الله سبب من أسباب فساد البلاد والعباد وخراب الدنيا، لأن جناب النبي صلى الله عليه وسلم يجب أن يكون محفوظا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. جليبيب أحب النبي وشغل به، بل ترك جليبيب رفقاء الصبا صغار السن ومن كانوا في مثله، وأخذ جليبيب يقترب من رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ولم يكن جليبيب إذ ذاك صاحب مال أو عنده أهل. جليبيب لم يكن عنده أهل ولم يكن عنده مال، لكن جليبيب اغتنى لما صاحب رسول الله، وهذا علامة خير. جليبيب لما صاحب النبي غنم غنيمة ضخمة وكبيرة، ألا وهي رفقة الصالحين والجلوس معهم. وحاز جليبيب محبة رسول الله، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحبه ويدنيه منه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وهنا وقفة: النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب الصغار وكان يهتم بهم، وهذا الأمر الظاهر أنه كان مقصودا عند رسول الله، لم يكن هذا الأمر هكذا، لكن كان مقصودا، وكان صلى الله عليه وسلم يدني منه الصغار ويجالسهم وينصحهم، لأن صغار اليوم رجال الغد، والشباب هم أمل كل أمة، الشباب هم أمل كل أمة. والناظر في سيرة رسول الله ينظر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يهتم بالصغار ويهتم بالنشء. فإذا رأيت مجتمع
ودعوة تهتم بتربية الصغار على السنة وعلى الهدي فانتظر خيرا. وإذا رأيت مجتمع يستهدف الصغار بالفسق والفجور فهذا نذير شؤم على المجتمعات. فالنبي صلى الله عليه وسلم، انظر، نسرد مجموعة من الأسماء. كان صلى الله عليه وسلم يهتم بأنس بن مالك، كان صلى الله عليه وسلم يهتم بعبد الله بن عمر، بعبد الله بن عباس، بعبد الله بن عمرو بن العاص، أسامة بن زيد، الأرقم بن أبي الأرقم، معاذ بن جبل، جليبيب، زيد بن ثابت الأنصاري، الفضل بن العباس، معاذ ومعوز. كل هؤلاء كان صلى الله عليه وسلم يقيم معهم علاقة خاصة ويحبهم ويجالسهم، بل كان صلى الله عليه وسلم يستعملهم ويكلفهم ليكونوا بعد ذلك شبابا يحملون هم هذه الأمة. ومات صلى الله عليه وسلم يوم مات، وكان ابن عباس لم يتجاوز 14، وكذلك ابن عمر وزيد بن ثابت وأسامة بن زيد رضي الله عنه، أسامة لم يجاوز 17، والأرقم بن أبي الأرقم. كل هؤلاء كان صلى الله عليه وسلم يحبهم. يقول الأعمش رضي الله عن الأعمش وأرضاه، كان الأعمش كثير الجلوس مع الشباب، وكان يصادقهم ويصاحبهم. فلما سئل عن ذلك قالوا له: تترك مجالس الكبار وتحدث الصغار والنشء، تترك تحديث الكبار وتعليمهم وتجلس مع الفتية والغلمان؟ فقال لهم كلمة ما أحوجنا أن ننظر فيها. قال الأعمش: اسكتوا، هؤلاء يحفظون عليكم أمر دينكم. الصبي والشاب إذا تعلم في الصغر يحفظ علينا أمر الدين وأمر الإسلام. فإذا رأيت مسجد يخلو من شريحة الإعدادي والثانوي فكن على حذر. وإذا رأيت دعوة لا تهتم بالنشء، وإذا كان هناك تراجع في التعامل مع النشء ومع الصغار، فهذا نذير شؤم وأمر ليس بجيد. لذلك وجب على كل من يعمل في الشباب يسأل نفسه: أين الجديد؟ وأين الصغار؟ وأين أبناؤنا؟ وأين شبابنا؟ لماذا لم يأتون المساجد؟ ولماذا لم يأتون الأنشطة معنا؟ لماذا يذهبون للألترس؟ ولماذا يذهبون لمن يغني ويرقص؟ ولماذا هاجروا المساجد؟ فهذا أمر يحتاج منا إلى معالجة وإلى حركة وإلى بذل. لذلك الاهتمام بالنشء أمر في غاية الأهمية، ولما لا وقد كان صلى الله عليه وسلم يهتم بهم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. بل قال صلى الله عليه وسلم: يأتون أقوام يطلبون العلم فإذا رأيتموهم قولوا مرحبا بوصية رسول الله. وإذا دققت من يأتي ليطلب العلم، من يكون معنا في المستويات العلمية، لا تجد إلا شبابا. ما رأينا شيخ طاعن في السن، ما رأينا إلا شباب. فهذه وصية رسول الله بالصغار وبالنشء. وهكذا كان ديدن السلف رضي الله عنهم وأرضاهم. جليبيب كان من أهل الصفة، يسكن في المسجد، فقير لا مال له رضي الله عنه وأرضاه، وكان صلى الله عليه وسلم يعطف عليه. فما أحوجنا أن نعطف على الفقراء والأيتام والمساكين، وهل تنصرون إلا بدعائهم؟ كفالة الأيتام. ومن حسن كفالة الأيتام أن تربي صغارهم وأن ترعاهم إيمانيا، لا يكون الأمر مجرد إطعام فقط أو كسوة فقط، ولكن أبناء الفقراء والأيتام كم يحتاجون إلى من يربيهم ويأخذ بأيديهم إلى الله سبحانه وتعالى. فكان صلى الله عليه وسلم يطعمه
يطعم جليبيب ويتصدق عليه إذا أتته صدقات. وكان جليبيب يجلس في المسجد، وكان صلى الله عليه وسلم يهتم به وبباقي الصحابة. جليبيب يعاني فقر، قلة ذات يد، ليس عنده أهل ولا أب ولا أم، ومع ذلك كان جليبيب خفيف الظل، حلو الدعابة، مألوف ويؤلف رضي الله عنه وأرضاه. فقير قلة ذات يد، عنده هموم ومشاكل، ومع ذلك كان جليبيب خفيف الظل، صاحب دعابة رضي الله عنه وأرضاه. فكان جليبيب يغدو إلى بيوت الأنصار. سيدنا جليبيب كان صغير، كلامه حلو، منطقه جميل. فكان جليبيب يغدو إلى بيوت الأنصار فيجلس عندهم، فكانوا يستمتعون بالجلوس مع جليبيب، يستمتعون بالجلوس معه، لأن جليبيب كان خفيف الظل رضي الله عن جليبيب وأرضاه. وكان يعطر أجواءهم بما يرويه لهم من ملح، كان يقول لهم ملح وطرف، لكن كان جليبيب لا يقول إلا صدقا وحقا رضي الله عنه وأرضاه. وكانت الأنصار لا تغلق باب دون جليبيب، وكانت النساء لا تحتشم منه، لأن جليبيب كان إيه؟ كان صغير، لكان صغير السن رضي الله عن جليبيب وأرضاه، لأنه كان صغير ولم يبلغ الحلم بعد. فكان جليبيب يعيش معهم، والأخلاق يا إخوة، الأخلاق في سعة الأخلاق كنوز الأرزاق. إذا كان الإنسان صاحب خلق، صاحب خلق وخفيف الظل، وإنسان يراعي مشاعر الناس كجليبيب، في ذلك سعة الأرزاق، الناس تحبه. فكانت الأنصار تحب جليبيب رضي الله عنه. وكان جليبيب شاب اجتماعي، وهذا ما نفتقده اليوم في الشباب، إن يكون الشاب اجتماعي لا يكون منطوي. وأجهزة التواصل الاجتماعي اليوم تخرج لنا شاب منطوي لا يجيد التعامل إلا من خلف لوحة المفاتيح. جليبيب لم يكن هكذا، بل كان جليبيب يخالط المجتمع ويخالط الصغار والكبار، الرجال والنساء. وهذا معنى وجب على من يعمل بالتربية أن يعالج هذا الأمر عند النشء وعند الصغار اليوم، لأن النشء لابد أن يتعود على مخالطة المجتمع والجلوس معهم. فكان جليبيب يخالط المجتمع، يخالط المجتمع ويشتبك معهم، ويكون معهم في الأفراح وفي الأحزان وفي الأتراح، يكلمهم، ينصحهم، ينصحوه، يدخل عليهم الطرفة والابتسامة. وهذه صفة من المهم أن تكون عند الداعية، من المهم أن تكون عند الداعية، أن يكون الداعية في حاجة الناس معهم. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم خير من المؤمن الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على أذاهم. ثم بعد ذلك، بعد فترة، شاب جليبيب، أصبح شاب وبلغ الحلم وبلغ مبلغ الرجال، فطفق الأزواج في الأنصار يعني ينهون زوجاتهم وبناتهم، إلى أن جليبيب لم يبقى صغيرا كما عهدناه من قبل، وأن عليهن، على النسوة يعني، أن يتسترن منه وأن لا يؤذن له بالدخول عليهن كما كنا يفعلن. جليبيب لما بلغ جليبيب يمنع من الدخول على النساء، والصغير يمنع من الدخول على النساء إذا قارب الحلم. وهذه أخلاق الإسلام، المجتمع الإسلامي له أخلاق وله آداب.
إذا بلغ الصغير يمنع من الدخول على النساء، والنساء يتسترن حتى لو أن الداخل عليهن أعمى كما نهى صلى الله عليه وسلم. النساء لما كان يأتي ابن أم مكتوم، وكان ابن أم مكتوم ضرير، ونهى النبي صلى الله عليه وسلم النساء أن يكتشف أن لا يتسترن منه مع أنه ضرير. وكذلك جليبيب مع أنه كان دميم الخلقة، إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يمنع من ذلك، والمجتمع الإسلامي له قيم. وخطورة الأمر أن يتغرب المجتمع الإسلامي، أن يكون المجتمع الإسلامي مجتمع يستورد أمثال هذه الأخلاقيات من الغرب ومن الشرق، وينسى المجتمع الإسلامي ويذوب المجتمع، وتذوب هذه القيم والمبادئ في المجتمع. لا، لابد من وضع حدود، من وضع حدود، ولابد من الاحتشام والتستر. فإذا كان الصغير من المحارم فجيز له الدخول، أما إذا كان من غير المحارم فلا يجوز أن يدخل وأن يجلس مع الرجال. وهذا نوع من أنواع تربية الصغار، حتى يعلم الصغير بأنه أصبح رجل فلا يجالس النسوة، لأن مخالطة النساء والكلام مع النساء أمر يجعل الشاب عنده رعونة وعنده ضعف، بل ويتخلق بأخلاق النساء. لذلك الرجل والشاب أمر بمخالطة الرجال وأن يجالس الرجال. فإذا كان الشاب يخالط الفتيات فيتخلق بأخلاق الفتيات، يغضب كغضبهن ويفعل كفعلهن. واليوم أصبحنا لا نفرق كثيرا بين الشباب والفتيات، لأن الأمر أصبح مبناه على العواطف ومبناه على كذا وكذا وكذا والكلام المنمق. لكن الرجل يخالط الرجال، ومخالطة الرجال فيها نوع من أنواع التربية. مخالطة الرجال، أن تخالط الرجال، وكان الرجل من السلف يحرص أن يخالط صغاره العلماء وطلبة العلم والقادة والرجال حتى يتخلق بأخلاقهم. الرجل يخالط الرجال، وهناك صغار يفهمون هذا الأمر فيخالطون الرجال. لكن إذا رأيت المجتمع يسقط هذه الحواجز، لأن بعض الأسر في بلادنا عندهم شيء يسموه تجانس بين الأسر، يكون الشاب يسكن مثلا في مدينة في القاهرة مثلا، والأسرة تجانس أسرة في ألمانيا، فالشاب يذهب لألمانيا لبرلين يجلس هناك شهر يخالط الأسرة، ثم يأتي شاب من ألمانيا يخالط الأسرة المسلمة هنا، وهذا يحدث. لذلك وجب على المجتمع أن يراعي قيمه ومبادئ الشرع. وهذا يا إخوة، هذا هو الالتزام، الالتزام بالدين، أن نلتزم بالشريعة في جميع معاملاتنا وفي جميع مناحي حياتنا. وإلا من الخطورة أن يتحول الالتزام بالدين إلى لحية وثوب قصير، من الخطورة أن يتحول الالتزام بالدين إلى مجرد مظاهر وطقوس. لكن المؤمن والالتزام بالدين والتدين وجب أن يكون في البيوت، وجب أن يكون في المجتمع، لأن الله قال: ثم جعلناك على شريعة من الأمر، ماذا نفعل معها؟ فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. جليبيب رضي الله عنه وارضاه لما كبر في السن وبلغ مبلغ الرجال، فكان ينهى عن الدخول على النساء، وكان جليبيب يمتثل رضي الله عنه وارضاه. فلما بلغ جليبيب قال له صلى الله عليه وسلم يوما: يا جليبيب، ألا تتزوج؟ ومنادات الصغير باسمه لها أثر على نفسية الصغير. حينما تنادي الصغير والشاب باسمه، أن تقول له يا فلان باسمه وتسميه، فهذا لها أثر في نفس الشاب أن تناديه باسمه، ويصح أن تكنيه كما كان صلى الله عليه وسلم يكني الصغار، كان يقول يا أبا عمير ما فعل النغير.
فالنبي يقول يا جليبيب، وقال قبل ذلك يا معاز، وقال قبل ذلك يا ابن عمر، يناديهم بأسمائهم، وهذا له أثر في التربية أن تنادي الصغير باسمه. أيضا النبي لما قال يا جليبيب ألا تتزوج، هنا يستشعر جليبيب أن النبي مهتم به، فإذا استشعر الصغير أن المعلم والشيخ مهتم به وبأحواله، هذا يكون أدعى لقوة العلاقة بين المربي والمدعو. فالنبي يقول لجليبيب ألا تتزوج، يسأل جليبيب، فقال جليبيب رضي الله عنه وأرضاه ومن يزوجني يا رسول الله، أنا فقير وذا حاجة وليس معي مال. وانظر للأمر عند جليبيب أمر يسير، يقول ومن يزوجني، لم يتهم جليبيب المجتمع أن المجتمع فيه وفيه، لكن يقول ومن يزوجني، أدرى بإمكانياتي، أنا فقير ليس عندي مال ولا بيت ولا كذا ولا كذا. فقال جليبيب، وكان جليبيب واقعي التفكير، يقول أنا شاب فقير لا نفقة عندي ولا صداق، لا عندي نفقة ولا عندي صداق أتصدق به. فقال صلى الله عليه وسلم أنا أبتغي لك الزوجة الصالحة. وهذا فيها أن الشاب إذا بلغ الأولى أن يتزوج، إن كان يملك مصاريف الزواج وأعباء الزواج وإقامة بيت. ومن دعاك لغير الزواج دعاك لغير الإسلام. وبعض الشباب يقول أنا، بعض الشباب كان قديما يعني، لكن الآن ما عادش حد بيقول كلمة، كان يقول أنا لا أريد، أنا أريد أن أقطع شوط في طلب العلم أولا ثم أتزوج. وهذا في الحقيقة إذا امتلك الشاب أعباء الزواج، مصاريف الزواج والبيت والسكنة، الأولى أن يسارع للزواج. والزواج سبب من أسباب سعة الرزق، وسبب من أسباب العفة، وسبب من أسباب صلاح الشاب، سبب من أسباب صلاح الشاب واستقامة الشاب. والشريعة الإسلامية راعت هذا، قالت النبي عليه الصلاة والسلام يقول يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. فالشريعة لخصت الداء وأمرت بالزواج. طيب ما عندوش مصاريف الزواج، القدرة على الزواج، أمر بالصوم، لأن الصوم أغض للبصر وأحفظ للفرج. فقال صلى الله عليه وسلم أبتغي لك الزوجة الصالحة. والشاب إذا أراد أن يتزوج يبحث عن زوجة صالحة. والصلاح يكون صلاح الدين، ولا مانع أن يبحث الشاب عن امرأة عندها صلاح في الدين وجمال، حتى تكون سبب في عفة الشاب، أن يبحث عن زوجة صاحبة دين وخلق، وفي نفس الوقت أن تكون جميلة حتى تكون سبب من أسباب عفته، وأن تعصمه من الوقوع في الفتن ليلا ونهارا. وأشد من ذلك من رزق زوجة صالحة وصاحبة دين وجميلة ومع ذلك لم ينقطع عن النظر للنساء أو فعل الفواحش والمنكرات، فهذه نعمة سوف يسأل عنها. فالرسول صلى الله عليه وسلم بدأ يبحث لجليبيب مهتم به. وكان عادة المجتمع والصحابة إذا كانت عندهم شابة تريد الزواج أو أي امرأة مات زوجها ألا يزوجوها من أحد إلا بعد أن يعرضوا الأمر على رسول الله كي يخطب لهم أو يرتضي لهم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وهنا فيها استشارة العالم، إن كان عندك بنت تريد لها زوج استشير أهل الصلاح وأهل الفضل يزوجوك. ثم نقول لأي شاب إذا زوجك شيخ أو طالب علم فاتق الله، فالناس قد تعطيك ابنتها لأنهم يثقون في العالم أو في الطالب أو في الشيخ. فبعض الشباب عندما يتزوج امرأة
من طريق أحد الدعاة والعلماء والصالحين لربما يستهتر بها وبالفتاة، فهم زوجوك لأنهم يثقون في اختيار الشيخ، فكن عند حسن الظن. وإلا من الممكن أن تأخذ الأسرة، أسرة الزوجة، انطباع سيء على الدعوة والدعاء بسبب سلوكياتك مع الفتاة وأخلاقك مع زوجك في البيت. وهذا أمر في غاية، لأن بعض الأسر قد تتساهل مع الشاب عند تزويجه، يتساهلون معه لأنه شاب ملتزم متدين صاحب استقامة يحفظ القرآن، يتساهلون معه. وبعض الشباب لا يفقه هذا يظن أن التساهل عيب في البنت، هم تساهلوا معك من أجل دينك واستقامتك، فبعد ذلك يتعامل مع الفتاة بخشونة وعدم مراعاة هذه المعاني، ولربما يتسبب بعد ذلك في طلاق وفي فساد. لذلك الإحسان يقابل بالإحسان، الإحسان يقابل بالإحسان، واللئيم الذي لا يفقه الإحسان، اللئيم هذا إنسان لئيم الذي لا يفقه الإحسان ولا يقدر لهذا الأمر قدره. الرسول صلى الله عليه وسلم فلم يأتيه أحد فترة من الزمن يعرض عليه، ومضت أيام ولم يعرض عليه أحد امرأة تصلح لجليبيب، فلما أبطأ ذلك عليه بادر صلى الله عليه وسلم إلى رجل من الأنصار وقال له: يا فلان زوجني ابنتك فلانة. فظن الرجل أن النبي صلى الله عليه وسلم يطلبها لنفسه، إن النبي يطلب هذه الفتاة لنفسه، فاستطار الرجل فرحا بما سمع أن يكون صهره النبي صلى الله عليه وسلم وأن تكون بنته تحت رسول الله، هذا شرف وفخر ومنقبة. فقال الرجل: نعم ونعمة عين، أكرم بك يا رسول الله من صهر وأعز بك من صهر. فقال له صلى الله عليه وسلم: إني لست أريدها لنفسي. فخمد الرجل، الفرح اللي كان عند الرجل بمصاهرة رسول الله خمد عنده. تخيل إن إنسان يصاهر النبي صلى الله عليه وسلم، هذا أمر عظيم، أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم صهر لابنتك. وهذا يدل على قدر الصديق رضي الله عنه وأرضاه، وقدر من عمر رضي الله عنه وأرضاه، وتبا للشيعة ومن شايعهم. فخمد الرجل وقال: لمن تريدها يا رسول الله؟ فقال صلى الله عليه وسلم: لجليبيب. فغاض البشر الذي كان يطفح على وجه الرجل، السعادة والبشر اللي كان على وجه الرجل ذهب لما سمع اسم جليبيب رضي الله عنه وأرضاه. الرجل يعني كان يريدها لرسول الله، فأصبح الأمر لجليبيب. في بعض المواقف أن الزوجة، زوجة الرجل، قالت: هل طلبها لأبا بكر وعمر؟ يعني أبو بكر وعمر. فنظر إليه وقال الرجل بعدما نظر النبي صلى الله عليه وسلم: أستشير أمها، فإني لا أريد أن أقطع في أمر كهذا دونها. قال الرجل: أستشير الأم. ومضى الرجل رضي الله عنه وأرضاه إلى بيته كاسف البال حزين النفس، لأن الرجل أدرى بزوجه وبأهل بيته، وأصبح الرجل في حيرة من أمره. فقد كان الرجل على علم يقين بأن زوجته لا ترضى بفتى مثل جليبيب بعلا لابنتها، وكان الرجل في نفس الوقت ذاته لا تطيب نفسه أبدا
أن يرد أمر النبي صلى الله عليه وسلم. فأصبح الرجل في حيرة من أمره، يعلم رد الزوجة وفي نفس الوقت كيف يرد أمر النبي وطلبه. وانظر إلى الإيمان عند الرجل، كيف نرد أمر رسول الله؟ معركة في قلبه، جليبيب فقير، لكن الرجل يقول كيف أرد أمر رسول الله؟ وهذه علامة خير عند الرجل وعلامة استقامة. لذلك سل نفسك كيف ترد أمر رسول الله، وإياك واحذر أن تكون ممن يرد أمره أو يفعل بخلاف ما أمر صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فلما بلغ البيت الرجل نادى زوجته وقال يا أم فلانة، فأقبلت عليه وهي تقول لبيك، امرأة صالحة مؤدبة ترد على زوجها بهذه الطريقة، وهذه دلالة خير. فقال الرجل إن الرسول صلى الله عليه وسلم يخطب ابنتك. فقالت ابنتي؟ رسول الله يخطب ابنتي؟ يا لسعدها، مرحبا برسول الله، مرحبا به، نعم الزوج صلى الله عليه وسلم، وهل فوق ذلك الشرف من شرف؟ فقاطعها الرجل وقال لكنه لا يريدها لنفسه. المرأة أيضا، يعني تخيل لما إنسان يفكر أن تكون ابنته زوجة لرسول الله، ثم بعد ذلك الأمر لا يريدها لنفسه، لا شك أن قد يزهل الإنسان أو يجانبه الصواب في التفكير عندها، وهي معذورة في بعض لأول وهلة. فسكتت المرأة وقالت في خيبة فلمن يريدها إذن؟ قال لجليبيب. فقالت لجليبيب لا أزوجها من جليبيب. فقال الرجل ماشي، أنا كأن الرجل يقول أنا أقدر المشاعر، أقدر رفضك، لكن ماذا أقول لرسول الله؟ ماذا أقول له صلى الله عليه وسلم؟ وكيف أرد عليه أمره؟ وكيف لا أمتثل؟ وهذا أمر عند المؤمن، وخذ الأمر بعيدا عن طلب النبي لجليبيب بالزواج، لكن عندك كيف تقول لرسول الله إذا قابلته غدا في القيامة؟ ماذا ستقول له حينما يسألك لماذا لم تستقم، لماذا لم تلتزم، لماذا لم تعمل للدين، لماذا لم تدافع عن سنة رسول الله، أين أنت من محاربة البدع؟ ماذا تقول له صلى الله عليه وسلم؟ أنت تحبه، تحب نبيك؟ كان الرجل من السلف من التابعين يقول والذي نفسي بيده، أيظن صحابة رسول الله أن يستأثروا بمحمد دوننا؟ والذي نفسي بيده لأزاحمنهم على رسول الله بالركب يوم القيامة. يقول هم يستأثرون به لأنهم صاحبوه، أنا أتيت بعده ولم أدرك رسول الله، لكن في القيامة لأزاحمنهم على رسول الله بطاعتي واستقامتي في الدنيا لأكون أقرب مجلسا ومنزلة منه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فقال الرجل ماذا أقول لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم؟ فقالت له قل له ما تشاء، وتقدم له بما حضر عندك من عذر، قل ما تشاء وما حضر عندك من عذر. وغالبا هذا التفكير عند المرأة كان تفكير يغلب عليه العاطفة والعاطفية، والرجل في حيرة، أمر رسول الله وعاطفة المرأة، أمر وعاطفة. وهذا الأمر
إذا أتى أمر وكانت هناك عاطفة وجب أن تضبط العاطفة بالشرع، صح؟ صح ولا؟ نحن لا نقول لك امنع العاطفة لكن يضبطها. فكم يحتاج الإنسان أن يضبط مسألة العاطفة؟ يقول الرجل، المرأة تقول: فما أنا بالتي ترضى جليبيبا زوجا لابنتها ولا سهرا لها. وحمى الحوار بين الزوج وارتفع الصوت، فالزوج يسترضيها ويستلينها، يسترضيها ويستلينها، وهذا من علامة حرص الإنسان على زوجه، إن زوجتك استرضيها استلينها تكلم معها، فلا تعاملها على أنها جارية عندك. وإن البعض ممكن يعامل الزوجة كأنها أحد مقتنيات البيت يعني، وهذا ليس بالصحيح. عامل زوجتك استلينها واسترضيها، فإن الكريم من يكرم زوجه الكريم، وخيركم خيركم لأهله. والزوجة تشتد على زوجها وتصر، عندها إصرار بالرفض، فلما يأس من إقناعها هم بالمضي إلى رسول الله وهو في حيرة لإبلاغه القرار إن إحنا رافضين جليبيب. بادرت الابنة رضي الله عنها، وكانت قد سمعت أطراف الحديث والحوار الذي دار بينهما، وقالت: من خطبني إليكم؟ فقالت الأم: خطبك النبي صلى الله عليه وسلم يخطبك لجليبيب، وقد رفضت أن أزوجك منه، فبنت في مثل شبابك وجمالك وحسبك جديرة بأكرم الأزواج. فقالت الفتاة المؤمنة: ويحك، أتردين على رسول الله صلى الله عليه وسلم أمره؟ شوف البنت العاقلة الشابة، أتردين على رسول الله أمره؟ تقول: ويحك، كيف تردين أمر رسول الله؟ رضي الله عن الفتاة وأرضاها. فكان هذه الفتاة ممن نزل فيها قوله سبحانه وتعالى: ما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. هذه الفتاة الشابة المؤمنة رضي الله عنها قالت: كيف نرد أمره صلى الله عليه وسلم؟ والله ما أنا بالتي ترفض طلب لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذه نهديها لكل فتاة أمرت بالعفة والاستعفاف والحجاب والتستر، كيف تردين أمر محمد صلى الله عليه وسلم وتسمعي لمن ينعق من دعاة التحرر والتفسخ والتفسق الذين ينادون على فتيات المسلمين اليوم بترك الحجاب والعفة؟ فكيف تردين أيتها الفتاة الطيبة المؤمنة المسلمة أمر محمد صلى الله عليه وسلم بدعوى التحضر والتمدن وما شابه ذلك؟ نقول لك أيتها الفتاة: كيف تردين أمر محمد صلى الله عليه وسلم وقد أمرت بالاستعفاف والعفة والطهر والتستر والحجاب وأن تكوني متسترة محتشمة محجبة بعيدة عن
كشف السيقان والأفخاذ والنهود والأذرع والشعر وما شابه ذلك، فأنت أمرت بذلك. فانظري إلى هذه الفتاة، وهذه لك قدوة ولك فيها أسوة، فكوني متبعة للمؤمنات الطاهرات، وإياك وتقليد الساقطات، تقليد من تتعرى، لكن قلدي واتبعي أمر النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فقالت الفتاة: فالنبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم، اعطوني لجليبيب وثقوا بأن الله لن يضيعني أبدا. الله أكبر، تقول الله لن يضيعني من الزواج من جليبيب. لماذا؟ لأن هذا أمر من رسول الله، وكل ملتزم بشرع وبالسنة الله لن يضيعه. فنقول لكل فتاة: إذا التزمت بالشرع واستقمت عليه فثقي والله لن تضيعي أبدا، ولكن إذا استجبت لدعاة التعري والتفسخ فثقي سوف تزدادي من الله بعدا، والأمر يحتاج إلى توفيق. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى. فقالت الفتاة في إيمان: والله لن يضيعني أبدا. وفعلا كيف يضيع سبحانه وتعالى من استقام على شرعه؟ كيف يضيع من استقام على الشر؟ انظروا المرأة المؤمنة عبر التاريخ، لما قال لها إبراهيم، قال لهاجر وتركها في صحراء، فقالت المرأة: إلى من تتركنا يا إبراهيم؟ فلم يرد، فقالت: الله أمرك بذلك؟ فأشار إبراهيم برأسه: أي نعم. فقالت المرأة المؤمنة: إذن لن يضيعنا أبدا. فكونوا أيتها الفتاة لك سلف في الصالحات القانتات، واحذري من تقليد غير الصالحات الطاهرات. فقالت: والله لن يضيعني سبحانه وتعالى. فسكتت الأم على مضض، ومضى الأب وقد سري عنه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال: أنت وما تريد يا رسول الله، زوج ابنتي من جليبيب. فانبسطت أسارير النبي صلى الله عليه وسلم، ودعا لابنته صلى الله عليه وسلم، ودعا لها وقال: اللهم صب عليهما الخير صبا، ولا تجعل عيشهما كدا. وزوجها صلى الله عليه وسلم من جليبيب. نالت هذه الفتاة هذه الدعوة من رسول الله: اللهم صب عليهما الخير صبا، ولا تجعل عيشهما كدا. فلم يمضي على فرح جليبيب بعروسه غير عدة أيام، حتى دعا صلى الله عليه وسلم الناس لغزوة يغزوها في سبيل الله، فبادر جليبيب، فلم يمنعه الزواج من فتاة جميلة من العمل في الدعوة. ومن يظن أن الزواج يؤخر عن العمل في الدعوة نقول له: هذا أمر غير صحيح، فالموفق قبل الزواج موفق بعد الزواج. ومن كانت الدعوة همه ويهتم بها والله لا تؤخره عليها امرأة ولا أي شيء، لأن الدعوة هي أول شيء عنده. فبادر جليبيب رضي الله عنه وأرضاه، وجهز نفسه، وودع عروسه، ومضى في صحبة النبي صلى الله عليه وسلم. ولما أنجز النبي صلى الله عليه وسلم الغزوة وأفاء الله عليه بالنصر، قال لأصحابه: هل تفقدون من أحد؟ يتفقدون القتلى،
فقالوا لا يا رسول الله. فقال ولكني أفقد جليبيبا فاطلبوه. رسول يقول الصحابة هل تفقدون من أحد؟ قالوا لا، كل من قتل عرفناه يعني. فقال النبي ولكني أفقد جليبيبا فاطلبوه. وفيها متابعة النبي للأفراد ومتابعة المعلم للطلبة ومن غاب عنهم ومن لم يحضر في وقت وجب فيه الحضور. فقال لكني أفقد جليبيبا فاطلبوه. فطفق الصحابة يبحثون عن جليبيب في ساحة المعركة. لماذا يبحثون عن جليبيب في ساحة المعركة؟ لأنهم يحسنون الظن بجليبيب، يكون في طاعة وعبادة، فهل إذا فقدت اليوم تطلب في ساحة الطاعة والعبادة أم في ساحة الفسق والفجور؟ إذا فقدت اليوم في المسجد هل يظن بك بأنك في ساحة عبادة وطاعة أم أنك بعيد عن إخوانك وعن الطاعة والعبادة؟ هم علموا من سيرة جليبيب أنه طائع مقبل مقاتل شجاع مؤمن تقي، فطلبوه في ساحة المعركة. فإذا هو قد أردى 7 من المشركين بسيفه، ثم خر صريعا إلى جنبهم وهو مقبل غير مدبر. وجدوا جليبيب قتل 7 وهو مقتول بجوارهم، فرجعوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو قالوا ها هو ذا جليبيب إلى جنب 7 قتلهم ثم قتلوه. فقال صلى الله عليه وسلم وقف لما وقف فوق جليبيب وقال قتل 7 ثم قتلوه، هذا مني وأنا منه، هذا مني وأنا منه، هذا مني وأنا منه. والنبي صلى الله عليه وسلم ينسب نفسه لرجل صالح مؤمن تقي. فهل لو وقف عليك العالم أو شيخك أو مربي لك في خلوتك يقول مثل هذا القول أم يراك على خلاف؟ ثم نقول لك دعك من شيخك ودعك من هذا وتلك، فالله عز وجل حينما يطلع عليك إذا ما خلوت هل يصعد منك الطيب والعمل الصالح أم يصعد منك أمر بخلاف ذلك؟ ثم أمر صلى الله عليه وسلم أن يحفر له قبرا، ثم فلما أتموا حفر القبر قام إليه النبي صلى الله عليه وسلم وحمله على ساعديه صلى الله عليه وسلم، ووضعوا بيديه الشريفتين في قبره صلى الله عليه وسلم وهو يدعو له ويودعه بالدعاء والتضرع إلى الله أن يقبل جليبيب عند الله سبحانه وتعالى. ودع جليبيب وطويت صفحة من شاب يحب الله ويحب النبي صلى الله عليه وسلم، وليس في ذلك عجب، ولكن العجب كل العجب أن الله عز وجل يحب جليبيب والنبي صلى الله عليه وسلم يحبه ويترضى عنه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه. فهل الله يحبك؟ هل الله عز وجل يحبك سبحانه وتعالى؟ فلما واروا جليبيب وعادوا وعلمت المرأة أن جليبيب قد مات شهيدا، ولما انقضت عدة الزوجة زوجة جليبيب أقبل عليها الناس يخطبونها لأنفسهم إقبالا عظيما، الكل أقبل على المرأة يريد الزواج منها. وانظروا إلى إذا أقبل الإنسان على أمر الله يجعل له فرجا ومخرجا. كانت المرأة الشابة ترغب في شاب آخر، شاب آخر له أوصاف أخرى ولم يكن لها علاقة محرمة استغفر الله، ولكن أي شاب ترغب في زواج شاب له أوصاف كذا وكذا. وكانت لا تريد زواج من دميم خلقة، لكنها لما أمرت ائتمرت بأمر النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فأقبل عليها الناس كل
كانوا هم يريدون خطبة هذه الفتاة. قالوا لم نرى فتاة أيم مات زوجها أقبل عليها الناس كهذه الفتاة، كلهم يريدون خطبة هذه الفتاة. لماذا؟ لأنهم يعلمون أن النبي صلى الله عليه وسلم قد دعا لها، اللهم صب عليهما، هي وجليبيب، اللهم صب عليهما الخير صبا صبا ولا تجعل عيشهما كدا كدا. فكان الخطاب ومن يريد الزواج يرغب في هذه الدعوة، دعوة النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم لهذه الفتاة. الشاهد من القصة أيها الإخوة، إذا أقبل الإنسان على أمر الله سبحانه وتعالى، الله سبحانه وتعالى يكلأه ويرعاه ويجعل له فرجا ومخرجا. رضي الله عن جليبيب نقي السريرة صاحب الإيمان القوي الذي كان يتمتع بجمال الخلق وجمال السلوك، المؤمن الطاهر الشجاع الشهيد رضي الله عنه وأرضاه. جليبيب يقول للجميع: الله عز وجل لا ينظر للصور ولا للأموال ولا للأجساد، ولكنه سبحانه وتعالى ينظر للقلوب وللأعمال. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يطهر قلوبنا وأن يرزقنا عمل صالح في الدنيا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ومع صحابي آخر في المرة القادمة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.